السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله. الآن نستعرض لكم تحديات الناتشوراليست، تحديات الطبيعة. طبعا لا تذبحون أي حيوان خلال 24 ساعة في اللعبة، يعني تقريبا نص ساعة إلى 40 دقيقة، نص ساعة إلى 40 دقيقة في الحقيقة، يعني في حياتنا الحقيقية، يعني نص ساعة إلى 40 دقيقة لا تذبحون أي حيوان. طيب هنا يقول لكم هاردي توني كيوسيد وين تو هات اور كولد، يعني انا سويت قبل شوي التحدي حق الشخصيه تكون بارده، تروحون للكولتر هنا، تسوون فاست ترافل، تروحون هنا كولتر، هنا تقريبا هنا تروحون هنا، وتكون درجه الحراره 13 تحت الصفر، 10 تحت الصفر، خلاص روحوا الهارد تونيك، هذا هو نفس العلبة هذه، يعني هذا هو هارد تونيك، واشربوه واشربوه نفس العلبة هذه، اشربوها. ومن وين تشترونها؟ تشترونها من عند هاريت، هاريت اللي هي هذه، هاريت معروفة، هذه هنا زي هذه، لها مواقع كثيرة طبعا. وإذا والتحدي الثاني اللي هو تشربون الهاردي تونيك وانتم الشخصية حارة في جو حار، وش تسوون؟ تجون في المستنقعات هنا الظهرية، يعني قبل الظهر على الظهر كذا، تكون درجة الحرارة حتى إلى المغرب كذا، قبل المغرب شوي، تكون درجة الحرارة في المستنقعات من 30 إلى 36 درجة، تلبسون لبس ثقيل ثقيل مرة، تلبسون قبعة صوف، وتلبسون كوت صوف، وتلبسون الله يكرمكم بوت صوف، وقفازات ومدري ويش، تحشون الشخصية حشو. بعدين ايش؟ شوي الشخصية تلاحظونها بدأت تتعب، خلاص تشربون الهارد تونيك، خلاص يصير خلاص التحدي، يصير خلاص يكتمل التحدي. التحدي الثالث اللي هو الويت لاند انيمال، هذا تاخذون عينة الحيوانات اللي في المناطق الرطبه، طبعا هنا حول المستنقعات، يعني اقرب مثال التماسيح، يعني ياخذوا عينه التمساح، والتماسيح عندكم، عندكم السلاحف، عندكم التماسيح والسلاحف، ياخذوا عينات منها، هذا افضل شيء يعني على طول يمشي التحدي معكم وبس. ويعطيكم الف عافيه وفي امان الله. هذا بالنسبه لتحدي ناتشوراليست.